اليوم الدرس حيكون عن adjective ومبدأ ending با، يعني الصفات مع النهاية با. يعني مثلا بس بدنا نقول قابل للأكل، قابل للشرب، قابل للاستخدام، هذا الشيء كله رح نتعلمه اليوم مع بعض. نحن بنستخدم اللاحقة با باللغة الألمانية لحتى نعبر عن شيء ممكن انه نحن نعمله او شيء صالح. فاذا اللاحقة با بتجي بمعنى ممكن او صالح، etwas kann gemacht werden. والسؤال المهم، wie kann man ein adjektiv mit با bilden؟ بمعنى انه كيف منكون الصفة مع اللاحقة با؟ بكل سهولة فقط يلي بنعمله، اول شيء منجيب الفعل الاساسي يلي هو مثلا عندنا فعل اسن بمعنى يأكل. فقط يلي بنعمله بنحذف الاي ان يلي موجودة باخر الفعل وبناخد جذر الفعل يلي هو اس. فهلأ فقط يلي بنعمله بنضيف كلمة او اللاحقة با لاخر الفعل، فبصير عنا اس با. فهون صار عنا صفة اس با بمعنى قابل للأكل او صالح للأكل. فعل اسن بمعنى يأكل، ولكن اسبا بمعنى صالح للأكل. يا وهون عنا صارت صفة بطلت فعل. فإذا عنا القاعدة هي منجيب الفعل الأساسي منحذف منه الإي إن ومنضيف مكانه اللاحقة با، فبيطلع عنا الصفة يلي منحتاجها. ولكن هون في شي كتير مهم لازم تنتبهوا له، إنه مش كل الأفعال فينا نشتق منها اللاحقة با، يعني نعملهم كصفة. ولكن نحن بهذا الدرس رح نتعرف على أهم الأفعال يلي ممكن إنه نشتق منهم أو نعمل منهم صفة مع اللاحقة با. فإذا أول فعل رح يكون عنا هو فعل اسن. نحن قلنا أول شي بنحذف الإي إن ومنضيف كلمة با، فشو بصير عنا؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، بصير عنا كلمة أو الصفة اس با بمعنى قابل أو صالح للأكل. وهلأ رح ناخد أمثلة ونشوف كيف بنستعمل هيدي الصفة. مثلا إذا حدا عم يسأل أو عم يسألك كان مان داس اسن؟ كان مان داس اسن؟ يعني بمعنى إنه هل الواحد بيقدر يأكل هيدا الشيء؟ فهون أنت بدك تجاوب وتقول نعم هذا صالح للأكل أو قابل للأكل، فمنقول يا داس إست اس با. يا داس إست اسبا بمعنى هذا صالح للأكل. أو مثلا إذا بدنا نقول إنه بقايا الطعام من الأمس لا تزال صالحة للأكل، يعني مثلا نحن كنا عاملين طبخة معينة من امبارح وبعدها لليوم وصالحة للأكل، فبنقول دي غيستو فون جيستان زند نوخ اسبا. دي غيستو فون جيستان زند نوخ اسبا. طيب هلأ دوركم، كيف منقول الأعشاب كلها صالحة للأكل؟ ممتاز، منقول دي كرويتا زند ألا أسبا. دي كرويتا بمعنى الأعشاب زند ألا أسبا، يعني صالحة للأكل. وعندنا هون بعد جملة، كيف منقول هل ثمرة هذه الشجرة قابلة للأكل؟ صحيح، منقول ist die Frucht von diesem Baum essbar. عنا أول شيء طبعا die Frucht بمعنى الثمرة، von diesem Baum يعني من هذه الشجرة، وعنا essbar بمعنى قابل للأكل أو صالح للأكل. أو إذا حبينا فقط نسأل إنه هل هذا صالح للأكل، فمنقول ist es essbar. ist es essbar بمعنى هل هذا قابل للأكل. هلأ رح ننتقل للفعل الثاني. عنا فعل trinken بمعنى يشرب. طيب هلأ كيف منحول هيدا الفعل لصفة بمعنى قابل للشرب؟ حاولوا انتوا انو تجاوبوا. صحيح، فإذا بصير عنا trinkbar بمعنى قابل للشرب أو صالح للشرب. فقط يلي عملناه انو أخذنا جذر الفعل وحطينا بالأخير كلمة با، فصار عنا drink با بمعنى صالح للشرب. هلأ رح ناخد أمثلة مع بعض. وأول جملة رح تكون عنا مثلا إذا كنا بشي مكان وشفنا صنبورة مي وبدنا نسأل إنه هل هي صالحة للشرب، فبنسأل ومنقول ist das Leitungswasser trinkbar. طبعا هون بمعنى عنا Leitungswasser بمعنى إنه صنبورة المياه أو الحنفية إنه للمياه.
فهون نحن انه بدنا نسأل انه هل هي قابلة للشرب، هل ممكن انه نشرب؟ او مثلا اذا بدنا نقول انه الحليب انتهت صلاحيته ولم يعد قابل للشرب، يعني انه خلص انتهت صلاحيته ما عاد فيها نشربه، فبنقول دي ميلش ist abgelaufen sie ist nicht mehr trinkbar. اول شيء عندنا دي ميلش ist abgelaufen بمعنى انه انتهت صلاحيته، وعندنا هون زي طبعا راجع على دي ميلش، هذا الشيء اكيد بنعرفه، وعندنا نيشت ما يترينكبار بمعنى انه غير قابل انه بعد للشرب. وهون عندنا جمله كثير مهمه، ديزر زافت كان نيشت جيترونكن فيردن ار است اونترينكبار. هون بمعنى انه إن هذا العصير لا يمكن شربه، هو غير قابل للشرب. هون نحن شو عملنا بهيدي الجمله؟ هون مثل ما لاحظتوا نحن فينا ننفي الصفات يلي بيكون مع اللاحقة با بأون، يعني مثلا نحن قلنا er ist untrinkbar يعني هو غير صالح للشرب غير، أو مثلا فينا ننفي بنشت يعني يلي هي الأسهل، فينا نقول er ist nicht trinkbar نفس المعنى يعني إنه هو غير قابل للشرب، فينا ننفي يا أما بنشت أو بأون، واكيد هذا الشيء بينطبق على كل الصفات يلي بيكون معها اللاحقه با. او مثلا اذا بدنا نسال هل هذه مياه صالحه للشرب، فبنقول ist das hier trinkbares Wasser. هون مثل ما ملاحظين نحن قلنا trinkbares Wasser لا لانه نحن عندنا صفه، وطبعا نحن بنعرف انه الصفات باللغه الالمانيه فينا نصرفهم حسب الاسم. طيب هلأ رح ننتقل للفعل يلي بعده. عنا هلأ فعل erreichen، بدنا هلأ نشتق منه الصفة مع اللاحقة با، فشو بصير عنا؟ حاولوا انتو تجاوبوا صحيح، فبصير عنا erreichbar بمعنى انه يمكن الوصول اليه، او انه بمعنى انه متاح يمكن الوصول اليه. وعندنا هون مثال إذا بدنا نقول لقد اتصلت به 3 مرات ولكن لم يكن متوفر، أو إنه لم أستطيع الوصول إليه، فمنقول ich habe ihn schon 3 Mal angerufen aber er ist nicht erreichbar. يا أول شيء عندنا ich habe ihn schon 3 Mal angerufen بمعنى إنه أنا اتصلت فيه 3 مرات aber er ist nicht erreichbar بمعنى انه هو غير متوفر، يعني انا انه ما قدرت انه الوصول اليه. هلا رح ننتقل للفعل يلي بعده. عندنا فعل brauchen بمعنى يحتاج. اذا بدنا هلا نشتق منه الصفه باضافه اللاحقه با، فشو بصير عندنا؟ صحيح، فبصير عندنا brauchbar بمعنى انه صالح او قابل للاستعمال. وهلا رح ناخد امثلة ونشوف مع بعض. والجملة الاولى عنا اذا بدنا نقول العاب اطفال القديمة لا تزال صالحة للاستعمال، فمنقول دي alten Spielsachen meiner Kinder sind immer noch brauchbar. دي alten Spielsachen meiner Kinder بمعنى انه العاب اطفال القديمة sind immer noch brauchbar بمعنى انه بعدهم صالحين للاستعمال، يعني بعدهم مناح. وعندنا هون جملة كتير مهمة إذا بدنا نقول هذه الأدوات غير قابلة للاستعمال، فهي إنه مصدي يعني اللون رايح عنا، فمنقول diese Werkzeuge sind nicht mehr brauchbar sie sind rostig. فهون بمعنى إنه rostig بمعنى إنه مصدي، وكلمة nicht mehr brauchbar بمعنى غير قابلة للاستعمال أو للاستخدام. وهلأ رح ننتقل للفعل يلي بعده. عندنا هلأ فعل machen بمعنى يفعل. طيب هلا انه كيف بدنا نحول هيدا الفعل لصفه مع اللاحقه با، فشو بصير عندنا؟ ممتاز، فاذا بصير عندنا machbar بمعنى انه يمكن فعله. يا etwas das gemacht werden kann. فهلا رح ناخد امثله مع بعض. واول جمله رح تكون عندنا das ist machbar بمعنى هذا ممكن فعله، او هذا ممكن. das ist machbar. او مثلا اذا بدنا نسال هل هذا انه ممكن او ممكن فعله، فبنقول ist das machbar ist das machbar. طيب هلا كيف بنقول المهمه بسيطه وسهل القيام بها؟
صحيح. فإذا منقول دي أوفغابو إست أينفخ وند لايشت مخبا. دي أوفغابو بمعنى إنه المهمة، إست أينفخ بمعنى إنه بسيطة، وند لايشت مخبا بمعنى إنه سهل إن الواحد يعملها أو القيام بها. وهلأ رح ننتقل للفعل يلي بعده. عنا هلأ فعل بتسالن بمعنى يدفع. إذا بدنا نحول هيدا الفعل لصفة مع اللاحقة با، فشو بصير عنا؟ ممتاز، فبصير عنا بتصال با، بمعنى إنه قابل للدفع أو إنه يستحق الدفع أو إنه شيء نحن قادرين ندفعه. وهلأ رح ناخد أمثلة مع بعض. أول شيء إذا بدنا نقول الغذاء في هذا المقهى قابل للدفع، يعني إنه بنقدر ندفعه إنه منه كتير غالي، فبنقول das Mittagessen in diesem Café ist bezahlbar. يا عنا أول شيء das Mittagessen بمعنى الغذاء، وعنا in diesem Café بمعنى إنه في هذا المقهى، ist bezahlbar بمعنى إنه قابل للدفع، يعني أسعاره معقولة. أو مثلا إذا بدنا نقول الجريدة لا تكلف الكثير، فهي إنه قابلة للدفع، يعني إنه ما بتكلف كتير، سعرها مقبول، فمنقول die Zeitung kostet nicht viel. زي إست شو بنقول؟ حاولوا جاوبوا. بتصالبا عنا أول شيء دي تسايتونج بمعنى الجريدة، قصدت إنه بتكلف، نشت فيل إنه ليس الكثير، زي إست بتصالبا بمعنى إنه هي قابلة للدفع. هلأ رح ننتقل للفعل يلي بعده، هو فعل زين بمعنى يرى. إذا بدنا نحط نحنا اللاحقة با وتصير عنا صفة، فبصير عنا زشت با. بعرف انه هي غير الباقيين، ولكن هيدي لازم نحفظها، يا فاذا بصير عنا زشت با بمعنى انه مرئي، يعني انه ممكن الواحد انه يعني يكون مرئي، يعني مبين، يعني ادفاس كان بيزين فيرن. وهون عنا مثال اذا بدنا نقول البقع على قميصه كانت انه مرئيه او واضحه، يعني انه مبينه البقع، فبنقول دي فلاكن اوف زاينم هيمد فارن زشت با. عنا أول شيء دفلكن بمعنى البقع، عنا أوف زاينم هيمد يعني على قميصه، فاغن بمعنى كانوا، زيشت با يعني إنه مرئيين أو إنه واضحين مبينين. طيب هلأ كيف منسأل حدا هل هذا مرئي؟ يعني هل هيدا الشيء إنه واضح أو مبين؟ ممتاز. إست داس زيشت با، إست داس زيشت با بمعنى إنه هل هذا مرئي؟ هلأ عنا الفعل يلي بعده هو فعل كوستن بمعنى إنه يكلف. إذا بدنا نحوله لصفة مع اللاحقة با، شو بصير عنا؟ صحيح، فبصير عنا كوستبا. كوستبا وهيدا بيجي معناها إنه يعني طيا غالي، أو مثلا زي فات فول بمعنى إنه يعني قيمته كبيرة. فهلأ رح نتعرف عليه بالأمثلة. مثلا إذا بدنا نقول انتبه هذه المزهرية سمينة جدا، فمنقول passen Sie auf, diese Vase ist sehr kostbar. أول شيء عنا passen Sie auf بمعنى إنه انتبه حضرتك، وعنا die Vase بمعنى إنه المزهرية، ist sehr kostbar بمعنى إنه يعني ثمينة جدا. طيب هلأ كيف منقول وقتي ثمين جدا؟ ممتاز، فإذا منقول meine Zeit ist sehr kostbar. meine Zeit بمعنى وقتي، ist sehr kostbar بمعنى إنه ثمين جدا. طيب هلأ أنا رح أحط لكم لائحة بأفعال، يعني عنا أفعال بنحولهم لصفة مع اللاحقة با. أنا بتمنى إنه تحفظوهم وتحاولوا إنه تحطوهم بجمل تكون كتير مهمة وبنستعملهم بحياتنا اليومية. وهلأ صار وقت السؤال يلي إلكن يلي بتجاوبوا عليه بالتعليقات. كيف منقول هذا الفطر غير قابل للأكل أو غير صالح للأكل؟ اكتبوا لي الإجابة بالتعليقات وأنا رح شوف شو عم تكتبوا. وبهيك بيكون خلص درسنا لليوم. درس اليوم جدا مهم، حاولوا أنه تكتبوهن عندكن على الدفتر وتكتبوا جمل من عندكن، كرمال هيك تقوى عندكن اللغة، وأكيد هذا الشيء رح يطور من مستواكم بشكل جدا كبير. وإذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد أنا بنزله، وبشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.
وعلى فكرة بما انه انتوا وصلتوا لهون، بس حابة اقولكم انه انا حاليا صرت تقريبا يعني رح خلص الشهر السادس من الحمل، فاذا عم بتحسوا انه شوي صغير يعني عم قصر معكم بالفيديوهات فما توخزوني، لانه اكيد هيدا الشيء كتير متعب، وعم حاول قد ما فيي انه ما قصر معكم ونزلكم فيديوهات باسرع وقت. فبس هيدا الملاحظة انه بتمنى انه تقدروها، لانه ما قادرة اعمل هيدا الشيء، اوقات بيكون عندي طاقة كتير عالية، اوقات ما بيكون عندي طاقة، فان شاء الله انا بحاول اعمل قد ما فيي انه انزلكم كل الفيديوهات باسرع وقت. بحبكم كتير.